المؤتمر يعني هو أول مؤتمر وطني للعلماء المصريين في الخارج بتنظمه وزارة الهجرة مع قناة النهار. أنا عملت معهم بروتوكول علشان يعني نبدأ في أول مؤتمر وطني. المؤتمر هيكون إن شاء الله في الغردقة بمشاركة 40 عالم مصري في تخصصات مختلفة خاصة بمحور قناة السويس. فهيكون إن شاء الله يوم 13 و 14 ديسمبر. العمل مستمر وبسرعة شديدة جدا. امبارح كنت في الغردقة عشان أقابل سيادة المحافظ ونتفق على اللوجستيكيات العمل، فالحمد لله كله ماشي.